أنا ذكرتني قصة رجل أتى في 27 رمضان ومر بمسجد فصلى عندهم، فقال في الأحياء حي عندكم أحد؟ أنا بطلع الفطرة زكاة الفطر. قال أنا عندي بيت في الحي رجل عنده 13 طفل، الله ومعظمهم بنات، ورجل أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج، ورويت به بسيط من الأحياء الشعبية. يقول فأتيت في اليوم 28 أتيت بالفطرة، فذهبت لوضعها لأنها كياس كبار. يقول فخرجوا بسم الله ما شاء الله مع الباب بنيات بنيات، يقول كلهم عليهم من اللباس يعني الرث، ويكسروا خاطري. سألت بنية وهو تفتح الباب، شريتهم ملابس العيد؟ قالت فيه عيد. ما درت ان العيد بيجي اصلا جاء، لان ما في امل، ما في امل انها يقضي لهم شوي. قالت في عيد؟ قلت ايه بعد يومين عيد. قلت لا انا ما عندنا. شريته حلاوه العيد؟ قالت ليه، مسكينه اصلا هي مبرمجه على انها تنتظر شيء. فلما خرج الرجل للمسجد طلع احد ابناء الذكور فاخذ الرز من هذا، فصليت جنبه قلت انا طالبك طلبه. قال نعم. قال عنده يقول صالون جمس قديم، إذا اشتغل يسمعون الحي كله قديم. قلت أنا طالبك أنك أصحبك إلى مركز من مراكز التسوق وادخل بذريتك وأطفالك وخذوا ما شئتم، والله ما أقبل أنك تنقص عن أربع قطع لكل واحد امرأة أو طفل. الله يكسيه. قال لا 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 ضمني. قال لا لا تكلف نفسك، هذول ابنائي مو بابنائك. قلت ابنائي اعطيتهم واعطيتهم ولا الحين زعلانين. يقول شريت لهم ولا رضوا، واعطيهم ولا رضوا، وانتم ما تدرون عن العيد. فاخذهم الى مركز من اكبر مراكز التسوق في المملكه وجيد يعني من النوعيات العاليه، فادخلهم وجاء المدير المعرض وقال لها اذا اتى الحساب خلهم يمشوا لسيارتهم ما لك علاقه. فأعطاه بطاقته قال هذا ضمان أن هذا شدد. يقول منظر الجميل، الأطفال يشيلون من المنفوش الفساتين المنفوش تضمها، بابا هذا لي وذي لي وذي الأم تمسح دمعها من خلف نقابها، ويدعون شخص ما يدرون هو متلثم داقن اللطمة وقاعد من بعيد. حتى خرجوا وركبوا سيارتهم ورجعوا، يقول العجيب الفاتورة هي قيمة فستان بنت من بناتي. الله أكبر. كل ذولي قيمة فستان ولا هي براضية عليه، فهنيئا حق. يقول فخرجوا فجلست أبكي أبكي أبكي، أشوف الأطفال هم يدخلون بين الأسياب الملابس ودموع البنيات والشاي بمد. يقول فلحقت به وكسوته مما ألبس، شريت له الشمغ اللي أنا ألبسها وشريت له وخرج. يقول فمر علي عيد في شغاف قلبي لذة ما ذقتها منذ أن عرفت العيد، كسوت أبنائي وكسوت نفسي ما سعدت، كسوتها المحتاجين. فدوروا لكم يا الربع من منابت الخير هذا ومن خبايا الأجر هذه، وما أدراك فرحة طفل أكثر من فرحة طفلك، ويمكن هذه اللي إن شاء الله تجي يوم القيامة تكسوك من حلل.